شو قصدك شو قصدي؟ مثل ما سمعتي بعد أيام طويلة من العمل افتتحت مسرحية ولو دريت عنك حبي بطولة رولا حمادة، نوال كامل، لينا السويدة، فريد شوقي. لو حكم ولد أنا حرة وأنا إيه بنت صغيرة والمطر غلط ومطر لينا جايبتيه من ستيك. أما المسرحية عم تنعرض على مسرح تياتر جميزي، والعمل كان من كتابة رولا حمادة وإخراج جابرييل يمين. توصل معنا الكريزة كرايز بتسكر معها؟ ما بتعود إيش عشي بينقطع نفسها وبتصير تلكن بدها تكب حالة من الشباك بس لما تاخد الدواء بتروح تهدى بيمشي الحال وبتسكر الشباك بيمشي الحال همم 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 بلشوا بديانا وكاميلا وكفيتوا علي؟ لا سترو قد ايه بتحس في يمكن شوية صعوبة بالتعامل مع الممثلين إذا كان جديد على المسرح، كيف ممكن هيك بطريقة ما أو بأخرى يمكن بنظرة تقله أو تعلمه بطريقة ما هذا الصح أو هذا غلط لأي ممثل جديد مع رولا حمادي اللي إلى سنين بهالدومين؟ ليك لا مش هيك بتصير الاشياء لانه احنا بنعمل تمارين مكثفه على مدى شهرين وهن موهوبين كتير الشباب فلا انا كلنا جاهزين ما حدا بيعلم حدا كلنا بنتعلم مع بعضنا وعلى راس العمل في مخرج هو بيدير الممثلين من كبيرهم لصغيرهم رأيهم الرأي بهالمواضيع لأنه كارثة إذا ما أثر فيك ولا مرة حكيت أنا ما بهالموضوع أصلاً من وقت ما انغرمت كيف أنت ما عاد ظهر مع غيره قبل هيك كان يبقى فور باي فور عم تغيزيني عايدة موا غيزيكي معقول ما يكون ما بتحبي حدا يعيط لك جميل بتلاقي جيجي يا مسرحية بعد مستمرة من امتين لامتين وامتين فينا نشوفك على المسرح نحن منبلش عروض 19 الشهر يعني خميس 19 هيدا الشهر اكتوبر ومن كل جمعة خميس وجمعة وسبت واحد الساعة 8:30 المساء بمسرح الجميزة فرار الجميزة وبطاقتنا بمكتبة انطوان وعلى الباب اذا لقيوا يعني انا بفضل يحجزوا بمكتبة انطوان أصلاً كنت عم قلها لكريستين إنكم بعدكم كتير صغار على الجايزة وكيف صغار؟ كيف بتقولي هيك؟ قريت جيجي قريت بس يلي بدي أعرفه ليه بدك تبطل؟ كريستين مش عاجبتك؟ معقول يطلع هالحكي منك عايدة؟ شو فيك؟ عالية فيك فهمنا العلية فيك شو هي هالقلة؟ ابني ما عنده ولا مشكلة كل البنات ناظرين اللي تطلع فيهم ما نضيف خاص هلا عم أحلك قلي شو هي المشكلة اللي فيك؟ جينات وطالعين لأنطوان قلت لك يا هيديك الساعة ما فهمتيها Don't start with that وإلا وإلا شو شاشة صغيرة بانتظارك شو عم تخضري لنا يلا هلا بنفتتح المسرحية وبعدين بنحكي بالعمل يلي جاي لرمضان على الراد بس بنحكي شوي من الماضي هيك أي مسلسل بنحبه كتير أو بتحبه سترولا ترجع يعرض على الشاشة التلفزيون اللبناني سألنا ليك هن مش عم بيقصروا عم بيعيدوا العواصف وعم بيعيدوا فاميليا وعم بيعيدوا جذور يعني عم بيعيدوا كتير مسلسلات فالحمد لله وهيدا كمان بيعطي الجيل يلي ما بيعرفنا بيعرفوا علينا يعني هيدا شيء كتير منيح الحمد لله مش يمكن عم تتمني تكون امك معك امي معي قصدي امك يلي جبتك على الدنيا معقول عم بتفكري هيك؟ هي يلي جبتنا على الدنيا خليك ما تسألي انا بالاول روحي قبل ما انا اتمنى تكون هي مع بعزه شرفت وينكم يا صبايا
اشتقت الأغاني معاني أو لا؟ أنا بالنسبة لي مشتاق له كثير. الله يرحم إبراهيم العشلي، كان هيدا سبب انطلاقتي التلفزيونية وكلنا رايحين هالطريق. كلمة أخيرة شو بتقولي له؟ بقلكم تعوا احضرونا، تعوا احضرونا وما تتأخروا، لأنه الوقت بيركض بسرعة وما لازم تندموا إنه ما جيتوا حضرتوا العمل. ولو دريت عنك حبي. Thank you. Merci. شكرا لك.